السلام عليكم، أهلا بكم في موقع منهاجي التعليمي. الآن سنبدأ في الدرس 9 من دروس اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الرابع الابتدائي. طبعا اليوم سنبدأ في تكملة حل التمارين فيما يتعلق في الجنسيات. أخذنا في الدرس السابق هذا التمرين، قمنا بالتوصيل، وقمنا أيضا في درس عملنا درس البوصلي والتجربة عليها. الآن سنبدأ بحل بعض التمارين فيما يخص هذه الوحدة. 3 match the people، صل الناس with the suitcases، في أمكنتهم المناسبة. هنا لدينا بعض الصور لأطفال من عدة جنسيات، وفي الأسفل أسماؤهم والبلد التي يعيشون فيها والجنسية التي يتمتعون بها. مثلا هذا الطفل بريطاني، هذا الطفل من بريطانيا، إذن هو بريتيش، هو بريطاني. وكذلك هذه الطفلة يابانية، إذن هي من اليابان. She is from Japanese. She is from Japan. إذن she is Japanese. هنا نأخذ أول مثال اللي هو لان. لان بريتين بريتيش، بريطانيا بريتيش، بريطاني. إذن من هو لان؟ هنا لأنه يرتدي هذه البزة الملكية. إذن أضع هذا في الرقم 7، أضع الطفل في الرقم 7 هنا، هو بريطاني، أضع رقم 7 في هذا الفراغ، number 7. Next one، أديلا فرنش، فرنسا فرنش، فرنسية، هنا البلد وهنا الجنسية، فرنسا فرنش، الجنسية، الجنسية الفرنسية. إذا هذه هي أديلا، أديلا أو أديلي. نضع نمبر 3 هنا، 3. كاترين جيرماني، جيرمان، ألمانيا ألمانية، جيرمان. هذه هي كاترين نمبر 5، نضع 5 هنا. مصطفى تركي، تركيش. هذا هو الطفل يلبس بزة عليها العلم التركي، إذن هذا هو مصطفى نمبر 6، الرقم 6، نضع 6 هنا. أكيرا، أكيرا جابان أو جابان، اليابان، جابانيس، جابانيس، يابانية. هذه الطفلة يابانية، طبعا مبين شكلها يعني واضح شكلها انه ياباني. اذا اضع نمبر 4 هنا في هذا الفراغ، اضع نمبر 4. سام ذا يو اس اي، الولايات المتحدة الامريكية، امريكان، امريكي. سام، اين هو سام؟ ابحثوا معي عن سام. هذا هو سام ذو الشعر الأشقر. إذا سام نمبر 2، أضع 2 هنا في هذا الفراغ، نمبر 2. ماذا بقي لدينا؟ مريم باكستان، بلد الباكستان، باكستاني، باكستاني، باكستانية. إذن بلدها، بلد مريم الباكستان، وجنسيتها باكستانية، باكستاني، باكستاني. إذن هذه هي مريم. لاحظوا أنه في الباكستان يوجد الكثير من المسلمين، فحاطين هون حجاب لهذه الطفلة، إذن هي من الباكستان. نضع نمبر 1، يس. إذن أصبح لدينا 1،
واحد مريم، اثنان سام، وثلاثة أديلا، وأربعة أكيرا اليابانية، ونمبر فايف كاترين الألمانية، وسيكس مصطفى وهو تركي، بلده تركيا وهو تركي، نمبر سيفن لدينا لان وهو من بريطانيا وجنسيته بريطانية. نعم، هكذا نكون قد انتهينا من حل هذا التمرين. سننتقل إلى التمرين الذي يليه. نمبر 6. Look at the pictures. انظر إلى الصور. above في الأعلى. Ask. اسأل and answer. اسأل, ask and answer. اسأل وأجب. عندنا number 1 A. Where is Maryam from? Where is Maryam from? من أين مريم؟ من أين مريم؟ B. هنا الإجابة B. طبعا A أضع السؤال و B أضع الجواب. She is from Pakistan. She is from Pakistan. هي من الباكستان. إذا she is Pakistani. هي باكستانية. Number two. A. Where is Sam from? من أين سام؟ قلنا سام أمريكي. هذا هو سام. أين هو سام؟ هذا هو سام. سام. من أين سام؟ سام is from the USA. He is American. سام is from the USA من الولايات المتحدة الأمريكية. And he is American. وهو أمريكي. إذن he is is from the USA, the USA, USA. He is American. Then he is. طبعا بعد النقطة أضع هي بحرف كبير. He is American. American. He is American. إذا هنا number two أو number three أضأدي إلى نمبر 3. هذه الفتاة ماذا قلنا اسمها؟ 3 هنا أديلا، أديلي أو أديلي، هي من فرنسا وجنسيتها فرنسية. Where is أديلي؟ Where is Adili from? هذا هو السؤال. Adili is from France. Adili is from France. Idan she is French. هي فرنسية. إذا قلنا أديلي، where is Adili from؟ من أين هي أديلي؟ Adili is from France. هي من فرنسا. She is French. هي فرنسية. Number four. نأتي إلى number four. هذه الفتاة اليابانية أكيرا. Where is Akira from? أكتب هنا. Where is
أكيرا أكيرا from أكيرا. إذا قلنا هنا الأسماء العالم نضعها بكابيتال لتر بالحرف الكبير، وأسماء البلدان وأسماء البحار والمحيطات والأشياء المعروفة لدى العالم نضعها في كابيتال لتر، وعندما نبدأ الجملة نقوم بكتابة في الكابيتال لتر. هنا لدينا نقطة، بدأنا الشيء بكابيتال لتر بحرف كبير. ويز من قلنا هنا؟ قلنا أكيرا 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 is from Japan. كذلك نضع جيبان في جي بالحرف الكبير capital letter. إذا she is Japanese، هي يابانية. إذا أكيرا أكيرا is from Japan. إذا هي هي إذن هي يابانية. نمبر فايف، خمسة خمسة. ماذا لدينا هنا؟ لدينا هذه الفتاة الألمانية، قلنا اسمها كاترين كاترين. where is كاترين from؟ where is، من أين هي كاترين؟ where is كاترين كاترين from، من أين كاترين؟ كاترين، إذا كاترين is from Germany، هي من ألمانيا. إذا she is German، هي ألمانية، ألمانية الجنسية. نمبر سيكس ماذا لدينا؟ عن ماذا، عن من نريد أن نسأل؟ نريد أن نسأل عن مصطفى وهو التركي. Where is مصطفى from؟ مصطفى is from Turkey. He is Turkish، هو تركي. Where is مصطفى from؟ Where is مصطفى أيضا مصطفى from، شرط استفهام. إذا مصطفى 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 is from Turkey. إذا he is Turkish، هو تركي. إذا هو تركي. The last one seven، الأخيرة لدينا number seven، السابعة. من بقي لدينا في السبعة؟ البريطاني. لدينا لان بريتين. where is لان from؟ he is from Britain and he is British. he is British Britain. where is لان from؟ where is Where is Lan from؟
شرط استفهام. لان لان is from Britain. Britain. إذن هو بريطاني. إذن he is British. He is British. إذن هو بريطاني. نعود ونكررها. Where is مريم؟ قلنا مريم she is from Pakistan. هي من باكستان. She is Pakistani. هي باكستانية. Where is Sam from? He is from the USA. USA هي الولايات المتحدة الأمريكية. USA الولايات المتحدة الأمريكية. إذن he is American. Yes, he is American. Where is Adili from? Adili is from France. She is French. Where is Akira from? Akira is from Japan. نعم نكون على السرعة قد خربطنا في حرف. He is from Japan. She is Japanese. Number 5. Where is Catherine from? Catherine is from Germany. إذن she is German. هي ألمانية. Number 6. Where is Mustafa from? من أين مصطفى؟ مصطفى is from Turkey. He is Turkish. هو تركي. Number 7. Where is Lan from? من أين Lan? Lan is from Britain. إذن he is British. He is British. نعم إلى هنا أعزائي لكي لا أطيل عليكم الدرس. الصفحة 30 سنكتفي بهذا القدر. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.